في الشأن التعليمي، أصدرت وزارة التربية والتعليم التعميم 37 بعد المئة لسنة 2022 في شأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة والمدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة. وبموجب التعميم يعفى الطلبة الحاصلون على رسالة لا مانع من القبول المشروط من كل من متطلبات اختبار إمسات لغرض المعادلة وأيضا اجتياز المواد التأهيلية، وذلك فقط في حال أكمل الطالب سنة دراسية بنجاح. كما يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولا نهائيا في حال توفير معادلة صادرة عن الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية أو بعد اجتيازه المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة عن الوزارة أو بعد اجتيازه بنجاح ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية في التخصص المراد دراسته.